ازيكم؟ يا رب تكونوا زي الفل وزياده شويه. الفيديو بتاع النهارده هكلمكم فيه عن الهالات السوداء، مش بس الهالات السوداء او ايه هي اصلا، لا كمان اسبابها او حاجات بجد انتوا بتعملوها مش بتبقوا واخدين بالكم خالص ان ده ممكن يسبب هالات سوداء وقويه. وفي نفس الوقت هكلمكم عن ايه هي العلاجات او ايه هي الحاجات المفروض نعملها علشان نقلل من وجود الهالات السوداء ديت. لو هنشتري كريم، المواد الفعاله اللي المفروض تبقى موجوده جواه، عشان انا عارفه ان ممكن الكريم اللي عندي ما يبقاش عندكم، او انتوا كمان في ناس من بلاد تانية فالبراندات اللي عندهم غير البراندات اللي عندنا. كمان هقول لكم على ماسك او اتنين طبيعيين تقدروا تعملوهم هيوفروا معاكم فلوس جدا، وفي نفس الوقت بجد هيدوكوا ريزلت خطيره. يلا بينا. اول حاجه وهي الاسباب، هبدا معاكم بالاسباب اللي انتم مش هتتوقعوها، زي ان انتم مثلا بتناموا على خدكم قوي او المخده فعلا بتبقوا حاسين انها ضغط على عينيكم. ضغط المخده او ضغط الراس اصلا على المخده بيضغط قوي على الشعيرات اللي موجوده هنا، فبيحصل هالات سوداء، فهيعمل حاجه زي اللي هو ايه، الشعيرات دي مضغوطه والدم مش واصل فيها كويس، تبداي تحسي ان في هالات سوداء في المنطقه دي. تاني حاجه وهي حاجتين متضادين، يعني قله النوم لوحدها بتعمل هالات سوداء. لما انا مش بنام على حسب ما جسمي عاوز، واحنا اغلبنا جسمنا بيعوز من 7 ل 9 ساعات او نقول من 6 ل 9 ساعات مع اختلاف الاعمار، فاحنا لما بننام اقل من كده بيحصل الهالات السوداء. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في ناس هتقول ان احنا بننام كويس جدا بس برضو عندنا هالات، فسبب الهالات هنا ممكن تكون الارهاق. احنا بننام كويس جدا 8-9 ساعات بس ستيل في نفس الوقت انا طول ما انا صاحيه ماسكه التليفون، قاعده قدام بلو لايت زي رينج لايت، دي وجع عيني، مرهقه عيني باكتر طريقه ممكن، بعمل كل الحاجات اللي بجد اللي بترهق العين وبتجهدها، فبتبدا العين يحصل لها برضو هالات سوداء. قله الترطيب، انا لازم ارطب عيني مره الصبح ومره بالليل باي كريم مرطب، ومره المرتين في الاسبوع ماسكات طبيعيه وهقول لكم عليها. حاجه كمان قله الفيتامينات، او من الاخر نقص الفيتامينات في الجسم وخصوصا الحديد اللي هو بينتج عنه الانيميا، ده من اكتر الاسباب اللي بتسبب هالات سوداء وبتسبب عامه دبلان في الوش، بتحس ان وشكم شاحب كده وما فيهوش نضاره وما فيهوش جلو. طب ده نعالجه ازاي؟ بنعالجه بالعصاير، بنعالجه ان احنا بناخد فيتامينات، بنعالجه ان احنا بنركز على الاكلات اللي بيبقى فيها الحديد والفيتامينات الكتيره اللي تساعد ان البشره تبقى احسن، وبالتالي الهالات السوداء تقل. زي ما قلت لكم من شويه، ارهاق العين بشكل مجهد قوي، زي ان احنا نقعد قصاد الموبايل او اللاب فترات طويله، وخصوصا لو كل الانوار حوالينا مطفيه، مفيش غير الجهاز ده هو اللي مطلع ضوء، الموضوع هنا بجد بيبقى مريب. في ناس هتقولي طب يا جاكلين احنا غصب عننا عندنا شغلنا، فاحنا مثلا ما بنقدرش نستحمل الضوء كتير فبنطفي كل الانوار وبنقعد مثلا على اللاب او على التليفون. انا واحده من الناس ساعات بمنتج. في حلين يا ريت يحصلوا هما الاثنين مع بعض. الاولاني هو ان يبقى في سورس للضوء ضعيف قوي جنبنا، بحيث ان يبقى كان بالظبط الضوء اللي منتشر مش بس طالع من التليفون، في سورس تاني او في مصدر تاني للضوء حتى لو كان قليل. والحل التاني هو ان احنا بنجيب نضاره بتكون انتي ريفلكشن. يعني ايه جاكلين؟ يعني بتعكس الضوء اللي بيقع على العين، مش بتخلي العين يتسلط عليها اي كميه من الاشعه اللي بتقع عليها. فالموضوع ده حلو جدا وهيفرق معاكم قوي، وخصوصا لو انتوا بتشتغلوا غصبا عنكم في مكان مظلم او انتوا مش بتستحملوا الاضاءه كتير، وخصوصا بالليل. زي في حاجتين كمان الناس كلها عارفاها وهي التدخين، لان كل الدخان اللي بيطلع من السيجاره بيطلع على المنطقه ديت، فاكتر منطقه بتبقى بجد عندها هالات سوداء وتجاعيد ورينكلز، وبجد الجلد هنا بتحسوه كانه تقيل كده مش جلد فلافي، هي بسبب التدخين. الحاجه الثانيه وهي الشيخوخه، او بمعنى اصح السن، ان احنا كبرنا فنسبه الكولاجين الموجوده في الجسم بدات تقل، واللي موجوده في البشره برده بدات تقل، فغصب عننا بيبدا جسمنا او جلدنا يبدا ان هو يبقى مش مشدود زي الاول، فبينتج عنه الخطوط وبينتج عنه ممكن كمان قله الترطيب ينتج شويه هالات سوداء. طبعا مش هوصيكم شرب الميه بمعدل كافي اللي هو تقريبا من 2 ل 3 لتر يوميا، وده موضوع مهم جدا كنت بقول لكم عليه في تحدي 30 يوم. ركزوا كويس قوي على نسبه الميه اللي بتدخل، بتظهر على البشره، بتظهر على البشره، والبشره الصحيه بجد بتبان جدا من الاكل الهيلثي، وبيبان قوي الشخص اللي بياكل كويس وبيتمرن كويس وجسمه نشيط وكويس، بيبان على بشرته كويس قوي قوي قوي، وبيبان على عينه وعلى الجلو اللي بيبقى موجود، اللي هو بجد كل ما انتوا بقيتوا كويس الصحة والاكل بقيوا كويسين، كل ما ده ظهر على بشرتنا وعلى شعرنا. ما تنسوش لو نزلتوا في الشمس، او بما اننا في فترة مصيف فاكيد اكيد هتلجأوا للسن بلوك، السن بلوك بيجي حوالين منطقة العين، المهم يكون نوع كويس بس وانتم متأكدين ان هو نوع كويس، وبنجيبه كده على حوالين منطقة العين وبنطبطبه كويس براحة خالص، لان منطقة الجلد هنا ارهف كتير قوي من باقي جلد الوش. يعني لو انتم هتشدوا هنا جامد ما ينفعش تشدوا تحت العين، ما ينفعش تشدوا، خليكم فاكرين. طبعا انا كل الاسباب اللي بتكلم عنها دي بتعمل الهالات الغير وراثيه، بيبقى في ناس عندها هالات وراثيه
دي يعني الإفكت بتاع الحاجات اللي احنا بنقول عليها ده هيحسن منها، بس مش هيقضي عليها تماما، عشان برضو اكون امينة وصريحة. بعد ما ظبطنا كل الحاجات ديت هنلجأ بقى زي ما قلت لكم، هنرجع نعمل مرة المرتين مسكات طبيعية، والمسكات الطبيعية لمنطقة العين تبقى تحفة 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 لو بتحتوي على الألوفيرا، لان هو بيبقى مهدئ وفيه نسبة مية كبيرة، وبيدي منطقة حوالين العين كل الترطيب اللي هي محتاجاه، واللي مش بتقدر تمتصه بسهولة هو بيقدر يدهولها بسهولة وبتمتصه سريع جدا. الالوفيرا من الحاجات الخطيرة لمنطقة حوالين العين وللبشرة عامة، لان هو مهدئ وفيه مية وبيزود الترطيب، ولو في اي تصبغات كده سهل علاجها بيعالجها. انا كشكلين بحب اخلي مفعول الالوفيرا اكسترا، فبزود عليه مية عصير خيارة واحدة وبشرها كويس وبعصرها كويس قوي، بحطها على معلقة من جل الصبار اللي هو الالوفيرا، بعدين بجيب قطنة وبقسمها نصين وبحط نص هنا ونص هنا لمدة 10 دقايق. ده كلمتكم عن الاسباب والمسكات الطبيعية اللي تقدروا تعملوها. حان الان موعد المواد الفعالة اللي المفروض نحطها جوه اي كريم احنا المفروض نروح نشتريه. لو لقيتوا فيها اي مادة من دول او مادتين او اكتر يبقى تشتروها على طول، لانه بجد هيبقى افكتيف جدا. بس الاهم ان انتوا تكونوا عالجتوا كل الخطوات اللي فاتت، شربتوا مياه كويس، مهتمين بالفيتامينات بتاعت جسمكم لو عندكم انيميا عالجوها وكل الخطوات دي، لان الكريم هتقدروا تقولوا كده هو بيعالج اخر مرحله، يعني هي اخر ستيب. مشكلتنا ان دي تقريبا احنا بنعتمد عليها كاول ستيب، اللي هو انا عندي هالات سوداء انا عاوزه كريم، مش بدور على السبب الاساسي بتاع الهالات السوداء دي. عشان كده بدات بالاسباب اللي اتمنى ان انتوا تبقوا قعدتوا كده مع نفسكم للحظه وعرفتوا ان ده ممكن يكون سبب في الهالات اللي عندكم. شويه مواد بجد هيفرقوا معاكم جدا في الكريم بتاعكم. اول ماده زي الهيالورونيك اسيد. ليه جاكلين الهيالورونيك اسيد مهم جدا؟ وبغض النظر ان انا لدغه تقريبا في الره واللم مع بعض، دونت فوكس، ما تركزوش. الهيالورونيك اسيد من المواد اللي بتشيل 1000 ضعف كميه الميه اللي موجوده جواه. يعني لو احنا حطينا نقطه وكان الهيالورونيك اسيد ده بنسبه 100% كان النقطه دي بقيت 1000 نقطه، فهو من الحاجات اللي بتوصل كمية ترطيب عميقة جدا جدا جدا. فلو انتوا زي ما قلت لكم الهالات اللي عندكم بسبب الجفاف وبسبب قلة الترطيب، دوروا على الهيالورونيك اسيد. لو انتوا بقى سنكم كبير او بدأتوا تدخلوا في مرحلة ان يبدأ هالات سودة تطلع بسبب ان احنا سننا كبير، نبدأ ندور على السيراميد والنياسيناميد، من الحاجات اللي بتحفز طبقات الجلد الداخلية انها تبقى مشدودة اكتر. بالنسبة للفيتامينات، لو هتدوروا على فيتامينات موجودة في الاي كريم بتاعكم فلازم تدوروا على فيتامين A للريتينويل، لانه بيساعد على تنشيط الدورة الدموية وبجد بيشد المنطقة اللي تحت العين، فبالتالي التنشيط دوت هيخلي الهالات تقل. وده طبعا طبعا بنبقى واخدين بالنا كويس جدا، اكيد مش هنروح نجيب ادابلين مثلا ونروح حاطينه تحت عينينا، هو بيبقى مضاف في كريم عين بنسبه مسموح بيها زي مثلا نسبه 1%. تاني فيتامين هو فيتامين سي، لان ده كده كده لوحده مسؤول عن النضاره والجلو بتاع البشره، احنا عارفين فيتامين سي مش هتكلم عنه. فيتامين اي لانه بيبقى مضاد اكسده، واي كريم او اي اي كونتور اللي هو كريم العين محطوط عليه مضادات اكسده جامد. طبعا مش هتكلم عن اكتر المواد اللي بتتحط في كريمات العين زي الكافيين، وقلنا قبل كده ان هو بيعالج الهالات حلو جدا، ماده الالفا اربيوتين، وقلت لكم قبل كده او مش فاكره اذا كنت قلت ولا لا ان الماده دي اصلا بيضيفوها على اغلب كريمات التفتيح بتاعه البشره والديودرنت عشان تساعد على تفتيح الاندر اور وكريمات البشره عشان تفتح البشره من بعد مصيف او كده. في حاجات كتير قوي زي المياه الحراريه زي السيرمر ووتر مثلا بتاعت افين او بتاعت بوبي اللي نازله جديد. السيرمر ووتر ديت هي عباره عن ميه بتبقى جايه بمعادن كتيره، لان هم مثلا بيبقوا جايبينها من مياه الجوفيه بتاعه الصحراء وكده، فبيبقى فيها كميه معادن كتير بتساعد اصلا على الجلو بتاع البشره وترطبها كويس قوي، نفس فكره الهيالورونيك اسيد بس طبعا باختلاف النسب. وما تنسوش ان انا بتكلم على الاي كونتور اللي هو كريم العين، دي كل المواد اللي ممكن تبقى موجوده فيه. نفس الكلام يطابق على الكونسيلر بتاع العين. لو مش هتقدروا تجيبوا كونسيلر في المواد ديت، ما تجيبوش كونسيلر مضروب. كونسيلر بيقعد على عينينا فتره طويله جدا تقريبا اليوم كله، لان احنا اكيد مش هنشيل الميك اب مثلا واحنا في مشوار بره، وده بيعمل هالات عميقه جدا. فلو هتسالوني عن كونسيلر انا ارشحه من غير دعايه بجد، فهو بتاع ديرماتيك، لانه بجد خطير وبيعالج الهالات، وبصرح بيه من وزاره الصحه ومن شركه طبيه، والبيجمنت بتاعه كويس والالوان بتاعته طبيعيه جدا وبتبان انها الدرجات بتاعه العين، وبجد بيخفي الهالات حلوه قوي. بس كده انا تقريبا قلت لكم كل حاجه، قلت لكم الاسباب، قلت لكم المسكات الطبيعيه، قلت لكم المواد الفعاله اللي ممكن تبقى موجوده في الاي كريم، ونصحتكم بلاش الكونسيلر المضروب او بلاش اي منتجات عين تبقى مضروبه تتحط في المنطقه ديت. حاولوا على قد ما تقدروا ما تستخسروش في حوالين العين. وكمان ملحوظه، لو انتوا بتشيلوا المسكره بطريقه بتسيب بواقي هنا، حاولوا على قد ما تقدروا تشيلوا المسكره بطريقه تكون بجد تشيل كل فتفوته باقيه من المسكره على الرموش وعلى الجفون، عشان ده برده كانه بالظبط بنصبغ منطقه تحت العين بهالات بتقعد فتره طويله. بتتشال طبعا بس بتقعد فتره طويله.
بس كده انا خلصت الفيديو، اتمنى ما اكونش نسيت حاجه، ولو نسيت وعندكم كومنت قولوه لي تحت في الكومنتات. يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا، اشوفكم فيديو جديد، باي باي.